أسعد الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب أينما كنتم. أجواء لا زالت باردة وتساقط كثيف للثلوج الآن في منطقة رأس منيف في عجلون، تراكمات كبيرة حتى هذه اللحظة. سماكات الثلوج وصلت ما بين 65 إلى 70 سنتيمتر في بعض المناطق، يعني كما ترى السماكات كبيرة. راح نتنقل الآن في جولة إن شاء الله. استمرار تساقط الثلوج بغزارة هذه الأثناء، كما تابعتم ليلة الأمس تساقطت الثلوج بغزارة وبكثافة عالية في مناطق الشمال والوسط. طبعا جميع الطرق الفرعية والرئيسية مغلقة، طبعا الرئيسية جاري العمل على إعادة فتحها بين الحين والآخر. طبعا أجد صعوبة بالمشي بسبب ارتفاع الثلوج. سماكة الثلوج وصلت إلى تقريبا 65 سنتي وفي بعض المناطق 70 سنتي. حاول نطلع مكان ثاني. يسعد صباحكم متابعينا. طبعا هذه الأجواء لم نشهدها منذ 6 سنوات تقريبا.
سمعت في الثلوج عالية، طبعا هناك أضرار كبيرة لحقت بالأشجار، هناك تكسر لغصون الأشجار نتيجة تراكم الثلوج. يعني طيلة ليلة الأمس وحتى هذه اللحظة تساقط مستمر، تساقط الثلوج مستمر حتى الآن. الطرق الفرعية مغلقة بشكل كامل، الطرق الرئيسية أيضا هناك إغلاقات، واسمع صوت الآليات الآن في الطرق الرئيسية، يبدو أن العمل جاري على فتحها. طبعا الهطولات تركزت مثل ما تابعنا من منتصف ليلة الأمس في المناطق الشمالية والوسطى. هناك هطولات كبيرة حصلت في مناطق واسعة في الشمال والوسط. أجواء شديدة البرودة هذه الأثناء في منطقة رأس منيف، درجات الحرارة تصل إلى -2. نطلع الآن في جولة يعني لاحظوا الآن كثافة الثلوج. تعدى 65 سنتي في مناطق. الآن الآليات بدأت فتح الطرق الفرعية. طبعا في مناطق سماك الثلوج عالية جدا. ما بعرف إذا الصورة واضحة.
واضحة، ستين سنتي هون تقريبا. في مناطق تصل لسبعين سنتي أيضا. هذه طبعا مناطق غير مناطق الذروة. الآن المشي لأنه سماكة الثلوج فعلا عالية. عدنا إليكم متابعينا من جديد. استمرار تساقط الثلوج بغزارة، هذه الأثناء في منطقة العصافير على ارتفاع 1200 متر عن سطح البحر. سماكات الثلوج وصلت أو ما بين 65 إلى 70 سنتيمتر، وهو ارتفاع ملحوظ ولم يشاهد هذا التراكم منذ 6 سنوات تقريبا. طبعا مشاهد تعيد إلى الأذهان عاصفة أليكسا، وإن كانت أليكسا أقوى. طبعا متوقع استمرار تساقط الثلوج هذا اليوم بين الحين والآخر. درجات الحرارة ستبقى متدنية وأجواء شديدة البرودة. طبعا ليلة الأمس شهدنا بعد منتصف الليل ذروة المنخفض الجوي، لذلك شهدت مناطق واسعة من الشمال والوسط تساقطات ثلجية كثيفة. يعني في عجلون تدنت الثلوج إلى مناطق 700 متر ربما أقل. يعني كما نشاهد الآن أمامنا أشجار الزيتون طبعا تكسرت الأغصان بسبب ثقل الثلوج المتراكم. إن شاء الله راح نكون معكم اليوم في تغطية مستمرة أولا بأول لنوافيكم بكل جديد.
يعني تساقط كثيف الآن، يعمل على زيادة سماكة الثلوج. طبعا حتى مرتفعات الزرقاء منطقة بيرين شاهدنا هناك كان تساقط ثلوج ليلة الأمس، هي بتزيد عن 800 متر. إن شاء الله سنعود إليكم خلال هذا اليوم في بث آخر، ودمتم في أمان الله.